تركيا عاصمة أوروبية قديمة، هي مدينة المعابد والمتاحف وأشجار الكستنة، حافظت طوال قرون على معالمها الفريدة. تقع على نهر النيبرو، ومن أشهر رجالاتها يارسلاف الحكيم وميخائيل بولغاكوف، عبقوا التاريخ ممزوجا بسحر المكان وكرم الضيافة. وجهتنا اليوم هي مدينة كييف الأسطورية، سنجول على بعض من معالمها التاريخية وسنتعرف عليها عن قرب، واليوم سنعرج على الأماكن التي تهم بطلنا، فلتتعرفوا إليه. مرحبا، اسمي أرتيوم ليتفينينكو. انتقلت إلى هنا قبل 15 سنة، وبدأ يومها تعرفي على كييف من هذه المحطة. أود أن أحدثكم عن الأماكن التاريخية في عاصمتنا، وسأخبركم عن الأحداث الرائعة التي عايشتها في هذه المدينة. هذه محطة مترو بارسبيلسكا، والمترو الذي افتتح في كييف سنة 1960 هو الوسيلة الأفضل للتنقل لسرعته وأمانه. يتكون مترو كييف من 3 خطوط، يبلغ طولها الإجمالي 70 كيلومترا وتضم 52 محطة. هو عميق جدا، ومحطة أرسنالنا تعد الأعمق في العالم. يسمع في المترو بالطبع ضجيج عال، ولكنه الوسيلة الأفضل للتنقل في العاصمة. هذا كتابي المفضل، المعلم ومارغريتا، ومؤلفه جعلني أعيد النظر في حياتي. مرت 30 دقيقة وها نحن في وسط المدينة، ولو استقلينا السيارة لاستغرق الأمر وقتا طويلا. هذه هي البوابة الذهبية، أول ما جئت إلى هنا في عام 2004 وكنت مقتنعا تماما من أنها مصنوعة فعلا من الذهب. عبر هذه البوابة بالذات يارسلاف الحكيم. تحياتي، أنا أرتيوم، أود لو أسمع رأي حضرتكم في هذا المعلم المعماري. نحن عند البوابة الذهبية، وهي المدخل الرئيس لإحدى العواصم العالمية في ذلك الزمن، ووفقا للتقاليد التي اتبعت في روما والقسطنطينية وبابل، لقب المدخل الرئيس دائما بالبوابة الذهبية. كييف أيضا لعبت مثل هذا الدور، وتحدت القسطنطينية نفسها، أطلقت على بوابتها الرئيسة اسم البوابة الذهبية. نحن نقف الآن عند حدود المدينة. كييف كانت هنا، كانت كييف هنا، وهناك خلف الردم كانت السهوب البرية، وكما كان متبعا في ذلك الزمن، كان من الضروري حماية سكان المدينة من الهجمات الخارجية التي شنها البدو واللصوص. حمت المدينة الأسوار المنيعة العالية، وصل ارتفاع الردم إلى 16 مترا مع الأسوار والأبراج الخشبية التي أتاحت للجنود التنقل على طولها. كانت الأبراج الخشبية عبارة عن شرفات قتالية ذات حواجز خشبية وثغرات للرماية بالنبال، ولقد وفرت للجنود إمكانية استهداف الأعداء من أعلى أسوار المدينة. كان طول السور 3.5 كيلومترات، امتد من هنا على طول شارع يارسلاف فال حتى ساحة الفيف، ومن هذه الجهة حتى تقاطع مالا بادفالنا مع ميدان الاستقلال. كان هناك منشأ دفاعي عظيم، واعتبرت هذه البوابة الذهبية منيعة في ذلك الوقت. ونحن فعلا لا نعرف أي واقعة تاريخية تقول أن الأعداء سيطروا على البوابة الذهبية أو اقتحموها بالقوة. يعتبر الكثير من الباحثين الأجانب اليوم أن النظم الدفاعية الروسية القديمة كانت الأمثل في أوروبا. هيا بنا إلى الداخل لتروا ماذا يوجد هناك. يقع داخل البوابة الذهبية متحف يحكي عن تاريخها وإنشائها وإعادة ترميمها. نحن الآن موجودون عند الجدار الغربي الأصلي والواجهة الخارجية العائدة إلى القرن 11، وتوجد عليها إشارة العبور. هذه الإشارة على البنية الخارجية للردم نفسه، حيث أن الردم لم يكن ترابياً بسيطاً، بل كان منشأً هندسياً معقداً احتوى في وسطه على جذوع خشبية قسمته إلى منصات منفصلة 3 أمتار في 3، وملئت كل منصة بإحكام بالتربة. هذا يعني أنه انطلقت من هنا البنى الخشبية التي ربطت فيما بينها،
امتدت هذه الجذوع إلى القفص الثاني والثالث، ورسمت هذه الأقفاص بواسطة الجرانيت الأسود بحجم 3×3 أمتار. بلغ عرضها الكلي مع التربة 30 متراً. وهذه الفراغات توضح لنا بدقة أين كانت وصلات الجذوع. كان هذا في الواقع جداراً واحداً وهيكلاً متحداً مقاوماً لارتجاجات القصف وحتى الزلازل. البنية الحجرية مصنوعة من ركام الأحجار، لذا تسمى بالركامية. استخدمت أحجار الجرانيت والكوارتزيت، وهي أمتن الأحجار الموجودة في الطبيعة. أين تكمن فرادة هذا المنشأ؟ هذا أقدم معلم لفن التحصين العسكري في أوروبا الشرقية، وهو ليس مجرد هيكل دفاعي بل والمدخل الرئيس لكييف ومبنى الجمارك، ويوجد فوق البوابة كنيسة، لذا هذا المكان فريد حتى من هذه الناحية. وسنرى الآن مدى اختلاف رسم الحجارة الداخلي عن الرسم الخارجي للبوابة الذهبية. هنا الجدار الحجري الخارجي، حيث يمكن أن نرى بكل وضوح اختلاف الرصف. استخدم البناؤون القدامى التقنية البيزنطية المسمى أبوس ميكيستوم عندما تتناوب أحجار الطوب المكدس مع الحجارة. حفظت في المبر أمام الأعمدة أجزاء من الإضافات المنفذة وفقا لتقنية البناء في القرن 11. ارتفاع الجدران المتبقية يزيد قليلاً عن 8 أمتار، ولكن بقيت القناطر الخمسة، وبالتالي لم يكن من الصعب على المهندسين المعماريين إعادة إنشائها. أعلى زوج من القناطر يرتفع 13.4 متراً. يمكن الاستماع إلى الروايات حول البوابة الذهبية إلى الأبد، ولكن للشعور بقدرات هذا المبنى يجب أن تأتوا إلى هنا بأنفسكم لتروا بأعينكم. سيسعد العاملون بإطلاعكم على كل شيء. أندريفسكي سبوس، المكان المحبب عند السياح وأبناء المدينة، فكل زاوية هنا وكل حجر وكل مصباح مشبع بروح المدينة القديمة. أندريفسكي سبوسك هو متحف في الهواء الطلق، يوجد هنا كثير من المعالم المختلفة. انتشر على طول أندريفسكي سبوسك بائعو الهدايا التذكارية المختلفة. ها أنا أرى صولجانا مثيرا للاهتمام، الصولجان هو رمز السلطة الأوكرانية. انظروا كيف يبدو. يمكن استخدامه ليس كرمز فقط بل وكوسيلة دفاع عن النفس، المهم أن لا تبالغوا في ذلك. كما يمكنكم شراء القمصان الجميلة. باختصار ستجدون كل ما يمكن أن يلبي ذوقكم وميزانيتكم. يعرض رسامو كييف في الهواء الطلق أعمالهم. يمكن أن نعثر هنا على الأعمال الهامة جدا، وفي حال أعجبتكم لوحة يمكنكم شراؤها. تعمل في هذه المباني المتربعة على طول الشارع المعارض الفنية والمسارح والورش الفنية. ويريد مرشدنا اليوم أن يعرفنا على منزل غامض يحمل الرقم 13، عاش فيه كاتبه المحبب. أدعوكم لزيارة متحف بولغاكوف، يوجد هناك كثير من الاهتمام، وها هو نفسه يستقبلنا. مرحبا، اسمي أرتيوم. أهلا، اسمي أولها. أعرف أن متحف بولغاكوف موجود هنا، ولكن أصحيح أنه عاش وعمل هنا؟ أجل، هذا صحيح، عاش ميخائيل بولغاكوف هنا مع أسرته 13 عاما، منذ عام 1906 وحتى عام 1919. ويوجد اليوم في هذا المنزل متحفه، والذي تأسس منذ 30 عاما. ها نحن على الصفحات الأولى من رواية الحرس الأبيض. عنوان هذا المنزل هو أليكسيفسكي سبوسك 13، ولعلكم لاحظتم أن هناك عنوانان على المبنى. نعود بالزمن إلى ديسمبر 1918. يوجد لدينا هنا دائما إضاءة زرقاء، والشتاء في الخارج مبهر. تعيش هنا أسرة توربيني، الأخ الأكبر أوليكسي والأخت يلينا، والأخ الأصغر نيكولكا ابن 17. والآن سأشعل الأنوار.
وها نحن في المنزل رقم 13 على أندريفسكي سبوسك. دخلت إلى هذا المنزل في عام 1906 أزرة بولغاكوف الكبيرة الودودة والمرحة. لم يكن ميخائيل قد أصبح كاتباً بعد عندما سكن هنا، ولكنه كان تلميذاً ثم طالباً وطبيباً. أصبح كاتباً في موسكو حيث كتب هناك روايته الأولى الحرس الأبيض. وسنقوم الآن برحلة صغيرة في هذا المنزل، وأعير انتباهكم لعدد الأشياء البيضاء التي لدينا. يوجد في بيتنا عالمان متوازيان يعيشان معا. العالم الأول هو عالم أسرة بولغاكوف، الأناس الحقيقيون الذين عاشوا هنا، وجميع المعروضات التذكارية تعود إلى هذه الأسرة. أما جميع الأشياء البيضاء مختلقة، جاءت من عالم الخيال والأدب، من عالم رواية الحرس الأبيض. كانت فكرة إنشاء منزل أسرة بولغاكوف وتوربيني الفريدة أساساً لمفهوم إنشاء المتحف نفسه. وكانت رئيسة قسم الدراسات والبحوث في المتحف كيرا بيتيوفا من ألف مفهوم بيت توربيني، فهي التي تمكنت من دمج فضائين مختلفين في المتحف، فضاء أسرة بولغاكوف مع إنشائه الأصلي العائدة للأسرة، والفنية ذات اللون الأبيض العائدة لفضاء أسرة توربيني. تجاوب الراعون ومئات المتحمسين مع المشروع، وبفضلهم صارت فكرة المتحف واقعاً. يوجد هنا الكثير من الأشياء العائدة إلى أسرة بولغاكوف، الكتب والصور الأصلية. قدم هذه التحف أقارب الكاتب وأصدقائه، وعددها قرابة 500. تضم مجموعة المتحف عموماً أكثر من 2500 معروض. استأجرت أسرة بولغاكوف 7 غرف في الطابق الثاني من هذا المبنى، وعاشت 13 سنة. كنا وإياكم في 6 غرف، وتقع 7 خلف هذا الجدار، ولرؤيتها يجب القدوم إلى متحف بولغاكوف والنظر إلى ما وراء المرايا. هذه المرآة ذات الإطار الأبيض هي مرآة أدبية غير واقعية، تخفي خلفها كثيراً من الأسرار والغموض. عامل المتحف يطلعون الزوار كيف عاش ميخائيل بولغاكوف وأبدع هنا على مدى سنوات كثيرة في كييف. كما ترون يوجد هنا في كييف كثير من الأشياء المثيرة. أظن أنه حان الوقت للطعام. لن تجوعوا أبداً في كييف، فهي تحوي عدداً كبيراً من الحانات والمقاهي والمطاعم. وبما أننا في العاصمة سنجرب طبقاً شهيراً، كباكب الدجاج على طريقة أهل كييف. إذا تحدثنا عن تاريخ ظهورها، فمن المعروف أنها طهيت لأول مرة في كييف قرابة عام 1947. ومن بعد ذلك ب10 سنوات ظهرت في قوائم جميع مطاعم ومقاهي كييف، لتصبح لاحقاً أكثر أطباق المدينة شهرة. تفضلوا هذه الكباكب بطريقة كييف وفق الوصفة التقليدية المعدة من لحم طيور الفزن بدلاً من لحم الدجاج، مع البطاطا وصلصة الجبن. شكراً جزيلاً. أجل، لذيذة، أنت اجلس ولا تحسدني. هل تعرفون الفيلم التحفة مطاردة الأرانب؟ سار النجم غولو فاستوف في هذا الشارع وعرض الزواج على حبيبته برونا، وفي كنيسة أندريفسكا هذه كان يجب أن يعقد قرانهما، فهيا بنا إلى هناك. تقع الكنيسة في المكان الذي وفقاً للأسطورة تنبأ فيه المبشر أندري بظهور مدينة عظيمة. وقف أندري الداعي الأول على هذا التل وبارك هذه الأرض. كان هنا في البداية الصليب، من ثم كنيسة خشبية أحرقت لاحقاً، شهد من بعدها معبد حجري جميل. الأبعاد الدقيقة والخطوط المثالية والتناغم المذهل بين الأشكال والمنظر الطبيعي المحيط أعطوا لهذا المعبد شهرة كبيرة ومجداً عظيماً. كنيسة أندريسكا هي معلم تاريخي ومعماري وفني في مدينة كييف يعود للقرن 18. بنيت الكنيسة بين عامي 1747 و1762 على طراز الباروك، وفقاً لمشروع المهندس المعماري البارز بارتولوميو فرانشيسكو. هذه الكنيسة واحدة من 4 معالم أوكرانية مدرجة في دليل عجائب العالم 100. إذا جئتم إلى كييف لا تفوتوا فرصة رؤيتها.
كييف عند المساء جميلة جدا، ولكن لا تنسوا قبل أن تتابعوا الجولة أن تجدوا مبيتا. ومن الجيد أن هذا ليس أمرا صعبا حيث يوجد كثير من الفنادق والنزل فيها. كييف متنوعة للغاية ويمكن الاستجمام فيها بالطرق المختلفة. أنا أحب الكاريوكي وأحب أن أغني، وستضطرون الآن لسماع غنائي. كييف مدينة التناقضات والأشخاص الموهوبين. عرفتكم على هذه المدينة التي أحبها، وسيعرفكم شخص آخر عليها من وجهة نظر مختلفة، والأفضل من كل ذلك أن تأتوا إلينا بأنفسكم لتشاهدوا كل شيء بأعينكم. مع السلامة. سافروا معنا في أرجاء أوكرانيا وتعرفوا على المدن الجديدة واحكوا عنها للعالم أجمع، فلتكن كل رحلة حكاية لا تنسى.